متابعينا بصباحنا وأولى فقراتنا رح نروح فيها بعالم الطقس والانقلابات اللي عم تصير، لأنه اليوم 22 أيلول موعد الانقلاب الخريفي، ولكن ما زلنا عم نشهد درجات ارتفاع في درجات الحرارة. فهل راح الصيف؟ خلص ما بقى في شيء اسمه صيف، او هو مثل ما بيقولوا انسحاب فصول، ام عوامل اخرى بتاثر على المناخ والفصول؟ راح نحكي اكثر عن الانقلاب الخريفي مع الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعيه الفلكيه السوريه. صباح الخير. صباح الورد ليا، صباحك سمار. صباح الخير. صباحك، اهلا وسهلا فيك. بالبدايه خلينا نبدا صباحنا لليوم ونحكي عن الاعتدال الخريفي، شو هو، وخلينا نحكي عن اهميته. تمام، نحن عايشين على سفينة فضائية جميلة جدا، هي كوكب الأرض. هذا الكوكب اللي بيدور حول الشمس، لكن يدور بمحور دوران مائل. هذا المحور الدوران المائل يسبب تغيرات تدريجية للحرارة ما بين نصف الكرة الشمالي إلى نصف الكرة الجنوبي. لو كان محور دوران الأرض عمودي تماما ما كان عندنا صار اعتدالات خريفي وربيعي، كان عندنا فصلين فقط، صيف وشتاء، لو كان الأرض بتدور بهالطريقة. لكن بسبب ميلان محور دوران الأرض فبيصير تدرج عنا بتغيرات الحرارة، هذا بيسمح لليلتين لنقطتين مميزتين بدوران الأرض حول الشمس، هي النقطة اللي بتكون فيها الشمس عمودية تماما على خط الاستواء. لما تكون الشمس عمودية تماما على خط الاستواء بتتدرج الحرارة بالهبوط بنصف الكرة الشمالي بالاعتدال الخريفي، وبالصعود بنصف الكرة الجنوبي بالاعتدال الخريفي. إذا نحن اليوم الساعة 4:30 تماما بتوقيت دمشق، الساعة 4:30 عصرا بتكون الشمس تماما عمودية على خط الاستواء، يعلن رسميا بداية ما يعرف باسم فصل الخريف، أو تغيرت الأرض، انتقلت من مرحلة اللي هي الصيف تدريجيا إلى مرحلة أخرى اللي هي الشتاء. ما بين هالانتقالين بيكون عندنا فصل اسمه فصل الخريف. فصل الخريف ببلادنا مميز، بتميز أولا بما أنه بلادنا خضراء بسقوط أوراق الشجر بتكتر، وهي نقطة كتير مهمة يعني ننوه إلى دائما، أنه دائما الأطباء بينوهوا أنه بالاعتدال الخريف أو أيام الخريف بتكتر الأمراض التنفسية. السبب أنه بيكون في تفاوتات كبيرة بدرجات الحرارة، يعني اليوم الصبح برد، تمام. بعد شوي تماما الساعة 12 واحدة بنلاقي شوبنا كتير، نرجع بالليل برد. هذا هو عنوان الخريف، دائما بنشعر انه بتقلبات كبيرة في درجات الحرارة، وفعلا داخل معنا ايلول بهذه التقلبات، يعني اعتبارا بكرة حنلاحظ في انخفاضات درجات الحرارة. منخفض اول رح يلحق يتبعه ارتفاعات بدرجات الحرارة، يرد يتبعه انخفاضات بدرجات الحرارة، هيك لاخر تشرين الثاني، وحتى بين تشرين وتشرين يعاد الصيف، مثل ما اجدادنا كانوا يقولوا بين 20 و 20 صيف ثاني، فبنشعر انه كانه الصيف ما ودعنا ورجع. بشكل عام الفصول من ميزات كوكب الارض، لكن لما تدخل الانسان بهالانبعاثات الحراريه، بغاز ثاني اكسيد الكربون، بحرائق الغابات، بالامور اللي عم تطلق كميات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون، صار الاحساس بالاعتدالات قليل جدا. يعني بالسابق كان لما نقول اعتدال خريفي اعتدال نشعر بفروقات بدرجات الحرارة، نشعر أنه في شيء صار، لكن بسبب اليوم هالتغيرات بغاز ثاني أكسيد الكربون بالانبعاثات الحرارية عم يخف هذا الشعور، تمام. وعم يزداد معنا فترة الصيف، لأنه كل حريقة بكل غابة بالعالم، يعني مثل كاليفورنيا، مثل أستراليا، مثل هالحرائق الضخمة اللي صارت أطلقت أطنان غاز ثاني أكسيد الكربون، هي عملت طبقة، هذه الطبقة حجبت أشعة الشمس، ساهمت بتخفيض درجات الحرارة. يعني تحت الهواء كنا عم نحكي انا واحنا وياكم انه فعلا حتى هذا العام الشتاء رح يكون قصير لكن غزير الامطار، قاسي، حرارته منخفضه جدا لكن قصير. السبب هو الاحتباس الحراري العام، الشمس بريئه تماما. هذه المره الشمس بريئه تماما، ما عم تساهم لا بارتفاعات ولا بانخفاضات ولا بشيء. الانسان هو اليوم من يتلاعب في المناخ. اذا نحن مقبلين فعليا على فصل الخريف، هذا الفصل يلي دائما نحن بنأكد ضرورة الانتباه لتفاوتات درجات الحرارة، يعني نخلي معنا جاكيت احتياط، ما بنعرف ايمتى بتنخفض درجات الحرارة. هلا بلشنا، هلا في نسمة تماما، لاحظت هي اللمسة اللطيفة، هي اللمسة هلا نحن حاسينها يعني نسبيا شوي باردة، لكن بالايام القادمة بنشعر فيها ابرد، وخاصة بالليل. بالتالي نحن بنكون مثلا بنقول والله الجو بارد، بنلبس، نرجع للساعة 1-2 الظهر الحرارة الشمس بتكون سخنت الأرض شوف، فبصير عندنا بجسم الإنسان تغيرات بدرجات الحرارة
بتصير الانسان مستعد مباشره لالتقاط اي مرض تنفسي، يعني وهي احدى المشاكل يلي يمكن الناس ما بتحب فيها فصل الخريف، سواء ما يعرف باسم الحساسيه ما سواء بالربيع او بالخريف، او ما يعرف باسم هالتبدلات الكبيره بدرجات الحراره، اللي عندهم مثلا صداع نصفي، اللي عندهم كذا، فورا بيتاثروا بدرجات الحراره. نحن كان صيفنا قاسي بصراحه، وسجل اعلى درجات حراره حتى اليوم، يعني ما زالت الحراره بصعود. يعني هذا العام هو العام السادس عشر على التوالي يلي بتسجل الحراره ارقام غير مسبوقه بكل العالم. خاصة بمثلا العراق، بالكويت سجلت حرارة كبيرة كثير عالية جدا، يعني وصلت تجاوزت الخمسينات. فإذا نحن ما زلنا عم نعاني من ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة. الارتفاعات الكبيرة بدرجات الحرارة تسبب تبخر كمية أكبر من مياه البحار والمحيطات، هذا يعني أمطار غزيرة أكثر في فصل الشتاء، لكن هالأمطار يعني بتفضي حموضتها بسرعة أكبر، فبيكون الشتاء قصير على حساب الصيف الأطول يلي عم نساهم الإنسان بطوله وزيادة درجة حرارته. تمام، خلينا نحكي لكل شخص حابب يروح على البحر، لكن عم نحكي تحت الهواء إنه في كتير أشخاص بيأجلوا روحاتهم على البحر، يمكن في عروض بيكون ببعض الأوتيلات بيرخص تماما إنه لازم إنه ما لازم يروحوا، بالساحل رح يكون في أمطار. تمام، هلا دائما وفي يعني هذا الأسبوع إذا مضى الأسبوع اللي بعده فيهم يروحوا. تمام، هلا بشكل عام أكثر من يتأثر بالاعتدالات هو الساحل، المنطقة الساحلية، لأنه هي بتكون دائما أقرب للرطوبة، أقرب للبحر، أقرب للمياه اللي هي بتحمل الأمطار، فمنلاحظ إنه عنوان يعني بداية فصل الخريف دائما بيكون من الساحل. وفعلا اليوم كل الخرائط بتشير انه من الساحل راح يبلش الامطار، يعني حنلاحظ انه فعلا بدنا ندخل على الخريف، يعني اليوم دخلنا فعليا الساعه 4:30 يعني بعد ساعات للخريف، حنلاحظ فعلا دخولنا للخريف عنوانه امطار بالساحل. طبعا الامطار تكون لطيفه عد ساعات قليله وبعدين بيرجع الجو بحراره عاليه، الرطوبه بتخف شوي، هذا شيء جيد، لكن بنفس الوقت الطقس بالساحل بيكون تغيراته اكبر من الداخل، وبالتالي يعني لازم يكون يعني عم يطلع على الساحل، الشباب يطلع على الساحل تاخذ حذرها بشكل اكبر، تاخذ معها جواكيت، تعمل حسابها انه بده يتغير درجات الحراره بشكل مفاجئ. متوقع يوم الجمعه او السبت أمطار. الامطار. خلينا نحكي عن الاسبوع العالمي للفلك. خلينا نحكي ليش الاحتفال وسبب الاحتفال وكل تفاصيل الاسبوع العالمي للفلك. تمام، نقطتين ذكرتيني فيهم سمر، شكرا لك. الاسبوع العالمي للفلك ويوم الاوزون، نسيناه اليوم بيصادف يوم الاوزون يلي هو الاحتفال بطبقه الاوزون، هي الطبقه اللي بتحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه. سريعا مشان انا ما اخذ من سؤالك، طبقه الاوزون ما لها علاقه بالاحتباس الحراري، طبقه الاوزون ما لها علاقه بتبدلات درجات الحراره، طبقه الاوزون تحمينا من الاشعه. بيقولوا هلا عم تصير طبقه الاوزون انضف، وهذا الشيء له علاقه بالطقس وتغيرات المناخ عنا، خلينا كمان نحكي عن هي النقطه. بالضبط، طبقه الاوزون عم تتحسن تتعالج، بس برجع بقول لك ما لها علاقه بالمناخ والطقس. تمام، طبقه الاوزون تحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه، هي بتعطينا البرونزاج على الشاطئ يلي بتعمل لنا اللون الاسمر والالوان الجميله، هي طبقه الاوزون يلي بتمتص الاشعه فوق البنفسجيه. لما يصير عندنا مشكله بطبقه الاوزون تدخل كميات اكبر من الاشعه فوق البنفسجيه، ممكن تسبب سرطانات، ممكن تسبب امراض، اما علاقتها بالمناخ لا يوجد اي علاقه بين الاوزون والمناخ، الاوزون يحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه، يحمي الحياه على الارض. بنرجع للاسبوع العالمي للفلك، ب 4/10 تشرين الاول كل العالم بيحتفلوا بالاسبوع العالمي للفلك، وهذا العام في كثير همه لاحتفاليه كبيره كثير بالعالم. السبب يوري جاجارين اول رائد فضاء، اول انسان انطلق الى الفضاء ب 4/10 الاول، اول انسان صعد الى الفضاء بمركبته وتجول وراء الارض من الفضاء كان يوري جاجارين وقت الاتحاد السوفيتي، هذا كان الاعلان رسميا عن بدء عصر الفضاء. الأسبوع هذا بيحتفلوا فيه أولاً بصعود الإنسان إلى الفضاء، بإطلاق أول قمر صناعي، بإطلاق أو بسير أول رائد فضاء خارج مركبته، عدة أحداث حدثت بتشرين الأول، فدائماً العالم بيخلي بين 4/10 تشرين الأول احتفالات كبيرة بعلوم الفضاء والفلك. هذا العام سمر ليا بسبب الظروف، بسبب وباء كورونا، كان بالعادة يكون في مؤتمرات، في جمعات، في ليالي رصد، هذا العام رح يكون محوره مواقع التواصل الاجتماعي. تمام، يعني حيكون في محاضرات عن بعد، في لقاءات عن بعد، في تبادل خبرات عن بعد، لكن لن يكون هناك لقاءات وجها لوجه وجاهية. فهذا العام شعاره كيف نستخدم تكنولوجيا الفضاء في مكافحة جائحة كورونا. تمام، إذن عنوانه ماذا قدم الفضاء إلى البشرية.
مواجهة وباء كورونا، وأهم ما قدمه الفضاء هو التواصل الاجتماعي، الأقمار الصناعية اللي خلت العالم كله مثل قرية صغيرة، أكيد. نشوف بعضنا، رغم نحن ببيوتنا ومحجورين ودول ثانية كانت محجورة، كنا نشوف وأهالينا نشوف بعضنا عن طريق علوم الفضاء والفلك، فإذا علوم الفضاء والفلك قدمت خدمة جليلة جدا بمكافحة وباء كورونا، أنه قربت الناس رغم تباعدهم بسبب كورونا. تمام، لكن بالختام بتحب توجه اي كلمه لكل المشاهدين، اي نصيحه بتغيير الطقس اذا بتحب توجهها؟ تمام، نقطه كثير مهمه ليا، انه نحن فعلا مقبلين على فصل الخريف، فصل الخريف دائما في تبدلات حراره، اولا ناخذ حذرنا من هالنقطه كثير، لا نتهاون لانه اليوم الامراض التنفسيه صار الواحد بيخاف، لانه صار عندنا عده باقه كبيره من الامراض التنفسيه، فلازم نداري حالنا شوي، نهتم بهالامور، فعلا نهتم بالنصائح الصحيه، بوضع كمامه، هالقصص هي هلا وقتها صار، صراحه هلا وقتها، لانه هلا الرشح بيزداد، الزكام بيزداد، السعال بيزداد، وبالتالي خطوره لا سمح الله الاصابه واعاده انتشار كورونا، هذا مو كلامي، هذا كلام عالميا، طبعاً. اعاده انتشار كورونا بنصف الكره الشمالي يكون خلال فصل الخريف والشتاء لا سمح الله، ان لم يجدوا لقاح، نحن مقبلين امام اعاده للموجه الثانيه او الثالثه مثل ما بسموها لانتشار كورونا بالعالم بسبب الطقس والمناخ، طبعا الطقس والمناخ فعليا ما بيأثر، يعني الصيف ما بيقتل الفيروس، لكن الشتاء والخريف يسمح بتناقله بشكل اكبر، بيفسح المجال امامه بسبب الامراض التنفسيه، فدائما رسالتنا انه ديروا بالكم، خاصة انه لهلا ما في دراسات شو الفرق بين الانفلونزا وبين الكورونا. 100% كلامك، ما زال هناك كثير يعني تداخلات بيناتهم، واذا ما كان يعني نحن عم نحكي عن طبيب ما بيقدر الواحد يميز بيناتهم، يعني فعلا ممكن يشك انه الكورونا انفلونزا وممكن يشك انه الانفلونزا كورونا، يعني بالحالتين هي مشكله، لانه لا سمح الله اذا كان شاعر انه هو انفلونزا طلعت كورونا عدا كثير ناس، واذا كان شاعر انه كورونا وهو انفلونزا ممكن يكون اخذ مكان حدا اخر مصاب، ففعلا عندنا مشكله، اذا نداري حالنا بهالفصل هذا تحديدا، فصل الخريف معروف بامراضه التنفسيه، نكون مهتمين بهالنقطه، يعني فعلا انا بشكر الاستاذه ريم انه سلطت الضوء على الاعتدال الخريفي، لانه فعلا نحن في تغير بالجو، في تغير بالمناخ، لازم نكون جاهزين له. دائما بيكون في عنا خربطة بالاعتدال الخريفي والانقلاب الخريفي، بس خلينا نوضح هاي النقطة ونختم تمام. معك عن الاعتدال، الاعتدال هو تغيرات تدريجية بدرجات الحرارة، يقال على الربيع والخريف اعتدال، اعتدل الجو تمام. يعني صار متوازن، يعني مثل اليوم مستقر. اعتدال خريفي تماما، يعني تمام. استقرينا، انتقلنا من مرحلة حدية اللي هي الصيف إلى مرحلة حدية أخرى هي الشتاء، فبصير اعتدال، يعتدل فيه طول الليل والنهار، أي يتساوى طول يعني الليل والنهار، يعني اليوم تساوى الليل والنهار تماما، اليوم بنصف الكرة الشمالي بالقطب الشمالي مثلا ليل دائم صار هلا، عندنا بنقطة القطب الشمالي بدأ الليل الدائم لستة أشهر، بنقطة القطب الجنوبي اليوم أشرقت الشمس عليهم بستة أشهر نهار، إذا الاعتدال هو اعتدال درجة الحرارة، أما الانقلاب الصيفي والشتوي هو انقلاب حدي، يعني نحن انقلبنا من حالة مناخية يلي هي صيفية إلى حالة مناخية هي شتوية، فإذا هناك انقلاب حدي، يعني صار في تغيرات كبيرة بدرجات الحرارة، إذا عندنا انقلاب شتوي وانقلاب صيفي يلي بيكون في تغير كبير، في عندنا الاعتدال الربيعي واعتدال خريفي يلي بيكون هو توازن، بالإضافة لهالشيء في كثير حضارات كانت تعتبر يوم الاعتدال الربيعي والخريفي بداية لتقاويمها أكيد. عيد النيروز، عيد راس السنة، عيد الأم 21 آذار بالاعتدال الربيعي، ودائما الناس بتظن أنه 21 هو الاعتدال الربيعي، لا هو بيمتد من 20 ل 22 والخريف أيضا بيمتد من 20 ل 23 أيلول، نحن اليوم كان مصادفة أنه الثلاثة الساعة 4:30، العام القادم ممكن يجي قبل ممكن يجي بعد، فكلها حسب حركة الأرض ودورانا حول الشمس، هذا الدوران يعني بيستغرق 365 يوم وربع. يعني احنا كثير بدنا نتشكرك وشكرا اكيد لكل التفسيرات اللي قدمت لنا اياها، وان شاء الله هيك نكفي هال 2020 على خير بقى وسلامه، ومثل ما قلت اللي بيطلع منا بيكون يا لطيف. شكرا كثير لك دكتور، نورتنا ويسعد صباحك. صباح الورد ليا، صباح الورد سمر، يسعد صباحك عن جديد، ونتمنى لك اكيد التوفيق، ونشوفك اكيد بالاسبوع العالمي للفلك، ونشوف كيف احتفلت ان شاء الله بالتوفيق.